ظاهر عندكم دلوقتي ايقونة ريكورد. اه تمام ظهرت جرامي. تمام احنا هنكمل، مش مهم الجزء اللي فات دوت. يبقى احنا اتفقنا على وايد ونارو كيو ار اس، على ريجولار وريجولار، وعلى تاكيكارديا فلاتر وفايبريليشن، والفرق بينهم الريت. يعني لو الاتريال ريت بتاع حضرتك 130، يبقى دي اتريا تاكيكارديا في الزون بتاع الاتريال تاكيكارديا او الساينس تاكيكارديا. طب الفنتريكولار ريت طالع 290، يبقى لو هو فنتريكولار فوكس هي اللي شغاله 290، يبقى اسمها فنتريكولار فلاتر. طب لو الفنتريكولار ريت اكتر من 400، اسمها فنتريكولار فايبرليشن اللي هي. طيب ليش؟ طيب السؤال الاخير اللي هو فوكال ولا ري انتري. الموضوع ده بمعنى هي ايه افجر فوكس نشتغل بيها في القلب؟ الاس نوت. طب الاس نوت ايه اقصى ريت بتعمل تشتغل بيه؟ اللي هي 220 ناقص العمر، 220 ناقص العمر، اللي هو بيسموه الماكسيمم ايج بريدكتد هارت ريت. طيب لو انت عندك الاريزما الجايه للمريض ده اهو اكتر من الريت اللي هو الايج بريدكتد، يعني مثلا واحد عنده 40 سنه، يعني اكتر ريت الاس نوت تشتغل بيه كام؟ 180. طيب لو جاي لك بارزنا على 250، هل ممكن يكون في دل او فوكس تشتغل باوتوماتيستي اعلى من الاس نوت؟ مستحيل. يبقى دي ري انتري على طول. يبقى لو الريت بتاع الارزمي اعلى من الايج بريدكتد ماكسيمم هارت ريت، يبقى دي على طول ايه؟ ري انتري. لو اقل قد تكون كده وقد تكون كده، يعني قد تكون ري انتري وقد تكون. ندخل على اول جزء من جزء الاريزميا اللي هو الاكشن بوتنشال. احنا عندنا نوعين من الاكشن بوتنشال، في عندنا الفاست اكشن بوتنشال وفي عندنا السلو. كل خليه في القلب، مش في الفسيولوجي يقول لك ان القلب بيتميز بالاوتوماتيستي؟ كل خليه في القلب قادره انها تشغل القلب لوحدها. طب هتشغله بالفاست اكشن بوتنشال ولا السلو اكشن بوتنشال؟ ها اي ربط؟ لو مثلا خليه في الاتريا ناويه انها تشتغل كاكتوبك فوكس، تشتغل بالفاست اكشن بوتنشال ولا بالسلو اكشن بوتنشال؟ طيب الفاست طيب تعالى نفهم الموضوع شويه. الفاست اكشن بوتنشال لازم له ستيمولس، يعني لازم اثاره تيجي للخليه علشان تشغلها. الاثاره دي هتيجي منين؟ هتيجي من الاس نود. الاس نود هتطلع امبلس تروح على الخليه المعنيه دلوقتي اللي هتعمل لها ستيمولايشن، فهتشتغل بالفاست اكشن بوتنشال. اول ما يجي التريجر بعد فيز 4، الصوديوم شانلز، الفاست صوديوم شانلز تفتح مره واحده وتعمل رابد صوديوم انفلوكس وتعمل ديبولاريزيشن. بعد كده الصوديوم شانل تقفل والبوتاسيوم شانل تفتح فتعمل بارشيال ديبولاريزيشن. بعد كده الكالسيوم شانل تفتح علشان يحصل كونتراكشن، فدخول الكالسيوم يعادل خروج البوتاسيوم ويعمل للبلاتو. بعد كده الكالسيوم يقفل ويستمر البوتاسيوم في الخروج علشان يحصل الريبولاريزيشن. بعد كده البوتاسيوم اتيبيس بامب اللي هي هتدخل جوه مره تانيه وتخرج الصوديوم استعدادا للاستيمولس الجاي. يبقى معنى كده ان عشان خليه القلب تشتغل بالفاست اكشن يبقى لازم لها ايه؟ استيمولس. لها استيمولس. قال لا يعني. طيب نخش على السلو اكشن بوتنشال اللي هو الميزه اللي بتميز فوكس اوف ذا هارت، اللي هو الاس نوت. الاس نوت بتتميز بايه؟ بتتميز ان عندها فاني صوديوم شانلز، كالسيوم شانلز، بتبدا انها تعمل سبونتينيوس دايستوليك ديبولاريزيشن. يعني مش في ايزو الكتريك لاين زي الفاست اكشن بوتنشال، لا
ده اول ما بيحصل ريبولاريزيشن بيحصل سلو سبونتينيوس ديبولاريزيشن عن طريق الفاني صوديوم شانلز وعن طريق الكالسيوم شانلز لغايه لما توصل للثريشولد، وبعد كده يحصل الاكشن بوتنشال. والاكشن بوتنشال بيحصل عن طريق ايه؟ الكالسيوم انفلاكس وليس صوديوم انفلاكس. فالسلو اكشن بوتنشال ده اللي هي خاصيه الاوتوماتيستي اوف ذا هارت، اللي هي خاصيه الاس انود. الاس انود طلعت امبلس خير وبركه، ما طلعتش امبلس. خلايا الاتريا قاعده مستنيه الامبلس تجي لها عشان تشتغل بالفاست اكشن بوتنشال. طب ما جاش الامبلس تعمل ايه؟ فيحصل سبونتينيوس دايستوليك ديبولاريزيشن في خليه من الخلايا علشان تشتغل بسلو اكشن بوتنشال وتبقى هي البيس ميكر اوف ذا هارت. تمام؟ يبقى لو الستيمولس ما جاتلهاش هي هتبدا تشتغل. عشان كده لما بيحصل ساينس بلوك الاتريا اسكيب بتشتغل. طب لو الاتريا حصل فيه بلوك الايفي نود بتشتغل، الايفي نود حصل فيها بلوك بيشتغل بالايديو فنتريكولار ريزم. طب بيشتغل ده يعني ايه؟ بيشتغل يعني تحول من الفاست اكشن بوتنشال الى السلو اكشن. تمام؟ يبقى الحته دي مهمه جدا. يعني كل خليه في القلب لو انت عملت لها ستيميوليشن هتشتغل زي الالف بالفاست اكشن بوتنشال. لو ما عملت لهاش ستيميوليشن وسبتها هي ممكن وتشغل القلب. تمام يا رجاله؟ طيب النقطة الثانية المهمة، هو أنا لازم أسكت أو أسكت الإس إنود علشان الخلية الثانية تشتغل؟ لا، ممكن أي ستيميولاس يزود الأوتوماتيست بتاعت، يعني واحد اتعرض لهايبوكسي، اتعرض لإسكيميا، اتعرض لإلكترولايت ديستربنس، أي حاجة من دي ممكن تستيميوليت الأوتوماتيست بتاعت الخلايا دي فتخليها تتحول من فاست أكشن بوتنشال إلى سلو اكشن بوتنشال، وتعمل لي اكتوبك فوكس او تعمل لك اكتوبك تاكي كارديا، اكتوبك فنتريكولار تاكي كارديا، اكتوبك اتريال تاكي كارديا. تمام؟ تمام يا جماعه ولا ايه؟ تمام يا باشا. تمام تمام. طيب يبقى معنى كده ان لو انا علشان كده لو انا مثلا عندي اتريال تاكي كارديا اللي كارديا دي على 130 حلو، ورحت انا ما بين بالظبط ورحت عامل بيسنج على 160 عملت بيسنج اكتر من الريت بتاع التاكي كارد، هيحصل لها ايه؟ سبريشن. حبيبي سبريشن، لان انا عملت بيسنج بريت اسرع منها، فبالتالي الاستيمولس وصلتها قبل ما هي تشتغل بالسلو، فروحت عامل لها ستيميوليشن بالفاست. ريتش صدرك كده صاحبك تعب. دي واضحه؟ هو بس في ناس فاتحه المايكات يا دكتور محمد. اسالك. المايكات مفتوحه فاحنا مش سامعين كويس. طيب انا هقفل المايكات. ايه؟ هو كويس طيب انا كل شويه كده بفتح المايكات بحيث لو حد عايز، وانا هسيبكم يعني ايه تانمي سيلف اللي عنده سؤال يفتح ويسال. لو انت دوست على علامه المايك اللي عندك هتفتح المايك بتاعك وتسال سؤال، لو ما عندكش سؤال خلي المايك مقفول علشان الباقي يسمع بس ان شاء الله. بعد كده يبقى احنا دلوقتي قلنا لو الخليه سبتها لحالها هتشتغل بالسلو اكشن بوتنشال، لو عملت لها ستيميوليشن هتشتغل بالفاست اكشن بوتنشال. اذا مين المين ايون اللي مسؤول عن الفاست اكشن بوتنشال؟ الصوديوم، انما السلو اكشن بوتنشال الكالسيوم. الاكتيفيشن هنا رابد انما هنا سلو، في السلو اكشن بوتنشال سلو. الثريشولد والريستنج ممبرين يعني كلها ارقام يعني تتحفظ، ولكن الحته اللي انا كنت عايز استرس عليها هي امتى الاستريشولد بيشتغل وامتى الفاست بيشتغل. كويس؟ كويس.
تيجي كده تبص الاس انود اهي فوق اهي شغاله بالسلو اكشن بوتنشال، الاتريال تيشو شغال ايفي نود سلو والباقي فاست اكشن بوتنشال عشان يمثل لي في رسم الهدف. ندخل على النقطه الثانيه المهمه هي الميكانيزم اوف اريزمي. الاريزمي عندنا يا اما ابنورمال امبلس جينيريشن، يعني مشكله في المنشا بتاع الامبلس، يا اما ابنورمال امبلس كوندكشن، يعني هي طلعت كويس بس حصل لها كوندكشن بشكل مختلف. ابنورمال امبلس جينيريشن يا اما الترد اوتوماتيستي اللي هي النورمال اوتوماتيستي ظهر اللي هي السينو، يا اما بزياده يا ابنورمال اوتوماتيستي خليه من الخليات انت عملت لها ستيميوليشن فتحولت من الفاست اكشن بوتنشال الى السلو اكشن بوتنشال، او تريجر ذا اكتيفيتي اللي هو مسؤول عن الاي اف والبوليمورفيك بي تي والكلام ده. ابنورمال امبلس كوندكشن معناه يا اما ري انتري يا اما حصل بلوك للامبلس. ابنورمال امبلس جينيريشن اول نوع فيه اللي هو الترد اوتوماتيستي، وده مسؤول عنه السلوب بتاع الفيز 4 ديبولاريزيشن. لو السلوب ده زاد يبقى انت زودت الاستيميوليشن او زهر، زودت الاكزايتابيليتي، هتدخل المريض في ساينس تاكيكاردي. لو عملت فيجال استيميوليشن او لاي سبب تاني قللت السلوب او الريت اوف دايستوليك ديبولاريزيشن هتعمل لي ساينس براديكاردي. يبقى قلت الاوتوماتيستي دي معناها ايه؟ يا ساينس تاكيكارديا يا ساينس براديكارديا، والمسؤول عنه الايه؟ السلوب اوف دايستوليك ديبولاريزيشن. طب ابنورمال اوتوماتيستي، شايفين الصوره دي رائعه. لو انت عملت ستيميوليشن للخليه هتشتغل بالفاست اكشن بوتنشال، ولكن لو لاي سبب من الاسباب هي اللي حصل لها اوتوماتيستي، هي اللي حصل لها اكسايتيشن وهي اللي هتشتغل، فبتتحول الى السلو اكشن بوتنشال، بيحصل slow spontaneous diastolic depolarization وتشتغل بال slow action potential. ودي ممكن تشتغل four runs وتعمل لي paroxysmal tachycardia، ممكن تشتغل مرة واحدة بس كده تيجي في النص تعمل لي ectopic focus سواء من الاتريا او من الventricle. التريجر ده activity في منه نوعين، في نوع اسمه early depolarization وفي نوع اسمه delayed after depolarization. الـ early after depolarization ده بيحصل في الهايبوكاليميا والهايبومغنيسيميا والأدوية اللي بتطول لي الـ QT interval. فلما طول الـ QT interval بزود الـ period اللي اسمها ايه؟ relative refractory period. لما تزيد أدي فرصة لأي vigorous stimuli تيجي وتعمل لي اللي هي مشهور جدا اللي هو الRT وتدخل في polymorphic tachycardia. إنما delayed after depolarization ده مسؤول عن زيادة الavailability of calcium. فstimulation يجيب more stimulation في positive feedback في digital toxicity في الأريزميا في الكاتيكولامين انكريز في الاكسرسايز انكريز. وهنا في نقطه تانية مهمه قوي، هو ليه العيان اللي هو ماشي على اللانوكسين احنا بنخاف نديله ديسي شوك؟ لان كل الاريزميا لما تعمل لها ستيميوليشن تعمل لها سبريشن ما عدا الديليد افتر ديبولاريزيشن. كل ما تعمل ستيميوليشن كل ما تزود الاريزميا. ليه؟ لان زياده الافيلابيلتي اوف كالسيوم جوه الخلايا يقبل عيان سسبتبل ان انت تديله ستيميوليشن يزود الاريزميا. فالديجيتال ستوكسيستي تديله الدي سي شوك تدخله في اف. فمهم جدا النقطه دي تبقى عارف ليه الميكانيزم بتاعها. طيب الري انتري اللي هو الابنورمال امبلس كونتكشن، الري انتري طبعا كلكم جهابذه في الري انتري فهنشرحها بسرعه كده، واللي عنده سؤال يقوله ونعيدها تاني. علشان يحصل ري انتري يعني دايره كهربيه تنشا لخلق الاريزميا لازم يبقى عندي سلو باسوي وعندي فاست باسوي. ايه مميزات الفاست باسوي؟
مميزات الفاست باس واي ان هو يحصل له ستيميوليشن بسرعه بس يفوق ببطء. شايف العلامه الزرقاء دي سبقت البرانش الثاني، بس الزرقاء ده ما بيروحش بسرعه، يبقى الفاست باس واي بيستجيب بسرعه ولكنه بيفوق ببطء. طب السلو باس واي، السلو باس واي بيفوق بيستجيب ببطء ولكنه بيفوق بسرعه، يعني طول ما هو ماشي بيحصل ريكفري بسرعه، دي شورت ريفراكتوري تايم. حلو قوي. لو احنا فضلنا كل مره هتنزل الامبلس، الامبلس دي زي الميه، ميه هتنزل في الحته اللي هتشتغل، الحته اللي هي مش في ريفراكتوري بيريود هتمشي فيها، هتنزل الامبلس كل مره من فوق هتخش على الفاست باس واي وتخش على السلو باس واي وهتنزل على اللور كومن باس واي. بس على بال ما الامبلس تنزل في السلو باس واي على مهلها هتنزل تلاقي الفاست باس واي ايه؟ ريفراكتوري. الدنيا تقف، شايف؟ هيقابلوا بعض في الباس واي والامبلس هنا تتقفل مش هتكمل وتعمل لي ري انتري. طيب تخيل بدري شويه قبل ميعاد الاس انود اكتيفيتي الجايه، اللي هي حته بيسموها الاكزايتاتوري جاب، اللي هي الحته بدري شويه كده جت اكسترا ستيمولس. الاكسترا ستيمولس لما تيجي بقى في الحته دي تلاقي الفاست باس واي ايه؟ ريفراكت، ما تنزلش. تلاقي السلو باس واي بدا يفوق، بدات تنزل سلولي في السلو باس واي. يبقى اول اكسترا سيستول جت في الاكزايتاتوري جاب حصل لها ايه؟ حصل لها انتي جريد بلوك في الفاست باس واي ونزلت في السلو باس واي. حلو. اول ما تنزل في السلو باس واي تدريجي تدريجي يكون الفاست باس واي ايه؟ فاق. روح راجع في الفاست باس واي، السلو باس واي بفوق بسرعه، تروح نازله في السلو باس واي، يكون الفاست باس واي فاق، تروح راجع في الفاست باس واي وتنشا سلو فاست ري انتري اللي تعمل لي تاكي كارد. تمام. اللي عنده مشكله في التخيل النقطه دي يقول، يفتح المايك بتاعه ويقول، لان هيبنى عليها دلوقتي كونسبتين. حد عنده مشكلة؟ معلش ممكن تعيدها؟ نعم يا دكتوره رحاب، ممكن تعيدها لو سمحت؟ نعم. اخر حته. ماشي هنعيدها تاني. دلوقتي علشان يحصل ري انتري لازم يبقى عندنا تو باس واي، عندنا فاست باس واي اهو، شايف؟ يستجيب بسرعه، يحصل له اكتيفيشن بسرعه فاست كوندكشن، وعندنا سلو باس واي ليه سلو كوندكشن. طب ايه الميزه الثانيه اللي محتاجها؟ الميزه الثانيه ان الفاست باس واي ده اهو ليه لونج ريفراكتوري تايم، شايف الزرقان بيفضل فتره طويله، انما السلو باس واي بيفوق بسرعه، يا دوب الزرقان ماشي والبياض بيجي وراه على طول، يعني ليه سلو كوندكشن وشورت ريفراكتوري تايم. كل مره الامبلس هتنزل تنزل على الفاست باس واي بسرعه وتنزل على السلو باس واي، السلو باس واي على بالنا تلحق تروح واقفه. يبقى كل مره الاس اي نود هتطلع اكتيفيشن واحده بس هتنزل. طيب تخيلي لو جت اكسترا سيستول في الحته دي في التوقيت ده، ايه التوقيت ده؟ الفاست باس واي حصل له اكتيفيشن ولكنه ريفراكتوري لسه ما فاقش. ليه ما فاقش؟ علشان دي لونج ريفراكتوري تايم. هتلاقي السلو باس واي فاق. ليه فاق؟ لان ليه شورت ريفراكتوري تايم. فيبدا الاكسترا ستيم باس تنزل في السلو باس واي وما تنزلش في الفاست باس واي، حصل بلوك انتي جريد بلوك في الفاست باس واي ونزلت في السلو باس واي. حلو. نزلت في السلو باس واي، على بال ما توصل اخر السلو باس واي هيكون الفاست باس واي ايه؟ فاق. طب لما الفاست باس واي فوق الامبل زي الميه، الحته اللي بتفتح فيها بتمشي فيها، يروح راجع في الفاست باس واي، السلو باس واي بيفوق بسرعه، روح نازله في السلو باس واي، ده الفاست باس واي فاق، تروح راجع فيه، فينشا سلو فاست تاكي كارديا، هذا ما يسمى بالايه؟ بالري انتري. تمام. حتى عنده مشكله في تخيل الري انتري؟ طيب
الرينتر دي ممكن تنشأ ما بين السلو باسوي والفاست وتعمل لي سلو فاست ايفي نودل رينترنت تاكيكارد، وممكن تنشأ ما بين الاتريا والفنتركل عن طريق اكسس باسوي وتعمل لي اي في يعني اتريو فنتريكولر رينترنت تاكيكارد. طيب ست بقى مهم قوي، بقول لك ان الرينترنت تاكيكارديا لازم الهيد بتاعتها ما تلمسش التيل. ليه؟ لان التيل ده ريفراكتوري بيريود، يعني لازم الهيد بتاعت التاكيكارديا طول ما هي ماشيه لازم تمشي في تيشو مش ريفراكتوري، لانها لو وصلت لتيشو ريفراكتوري هيحصل لها ابورشن هتقع. طيب هل لو انا اديت اكسترا ستيمولوس بدري شويه دخلت في الاكزايتاتوري جاب ما بين الهيد وما بين التيل فسرعت لي التاكيكارديا مره واحده، دي اسمها ايه؟ ريسيتنج. يعني ايه ريسيتنج؟ يعني انا دخلت باكسترا سيستول من عندي دخلت جوه التاكيكارديا جوه الريانتري جوه الاكزايتاتوري جاب من غير لا تلمس الهيد ولا التيل بس تسرعها شويه، يبقى انا عملت ريسيتنج. طب لو انا عملت كونتينوس ريسيتنج يعني عملت بيسنج بسرعه اعلى سنه صغيره من سرعه التاكيكارديا بحيث ان انا ادورها من غير ما اوقفها، يبقى انا كده عملت حاجه اسمها انترينمنت. فهمتوها خير وبركه، ما فهمتوهاش مش مشكله. يبقى انا دلوقتي في عندي رينترنت تاكيكارديا، الرينترنت تاكيكارديا ليها هيد وليها تيل، نشأت بسبب ان في عندي تو باسوي فاست باسوي تو باسوي وفي بينهم اختلاف في الخواص. لو انا قدرت في الرينترنت تاكيكارديا اخش ما بين الهيد والتيل لمره واحده بس اسرعها، يبقى انا كده عملت ري سيتنج. لو انا عملت كونتينوس ري سيتنج يعني انا عملت بيسنج بسرعة أكبر من سرعة الأريزميا من غير ما ألمس الهيد ولا التيل، يبقى أنا كده عملت انترينمنت، يبقى أنا كده كأني دخلت في القطر بتاع الإمبلس. طيب دي واحد عيان عنده أكسسوري باسوي. بس يا جماعة بعد لما التايم احنا فاضل معانا ست دقايق في الميتنج دوت، بعد لما يفصل هنخش على نفس اللينك تاني ان شاء الله. ده عيان عنده اكسسوري باسوي، شوف كده مره الامبلس بتيجي من السيجنال تعدي على الاي في نود توصل على الفنتركل، وفي نفس الوقت الامبلس بتعدي على الاكسسوري باسوي بتلحق تعمل لها جزء من القلب قبل الميعاد الطبيعي، تبقى عملت pre-excitation عملت pre-excitation لجزء من القلب قبل الطبيعي. يعني هو المفروض انترفل تكمل لغايه وبعد كده يحصل QRS، لا ده حصل دلتا ويف. الدلتا ويف دي تمثل ايه؟ تمثل جزء من القلب اللي حصل له stimulation بدري. طيب عند اللحظه المواتيه طلع اكسترا ستيمولس بكيفيه هنقولها دلوقتي بحيث انها تعمل بلوك في الباسوي وتنزل بس في الايفي نود وترجع في الاكسسوري باسوي، يبقى تعمل لي حاجه اسمها ايه؟ اورثودرومك اي في رينترنت تاكيكارديا. طب لو حصل البلوك في اليمه الثانيه وبدات تنزل في الاكسسوري باسوي وترجع في الايفي نود، يبقى تعمل انتي درومك يعني عكسيه انتيدروميك اي في رينترنت تاكيكارديا. يبقى الاورثودروميك اي في رينترنت تاكيكارديا هي رينتري بين الاتريا والفنتريكل، بتستخدم الايفي نود في اتجاهه الطبيعي من الاتريا للفنتريكل، فعشان كده طالعه لي نارو كيو ار اس وبترجع في الاكسسوري باسوي. انما الانتيدروميك اي في ار تي بتنزل في الاكسسوري باسوي وبترجع في الايفي نود، يعني معقول. فبالتالي هتطلع لي وايد تاكيكارديا. ليه وايد كومبلكس تاكيكارديا؟ لان الاكتيفيشن بتاع الفنتريكل حصل من مسار غير مساره الطبيعي، فحصل اكتيفيشن
ديليفيشن ل1 فنتريكل قبل الثاني فعملت له وايد كومبلكس تاكي كارديا على الرغم ان مش فنتريكولار تاكي كارديا. تعالى كده نشوف السيكونس بتاع الاحداث. ده عيان كان عنده بري اكسايتيشن. يعني ايه عنده بري اكسايتيشن؟ عنده اكسسوري باسوي كان بينفذ جزء من الامبلس قبل مسارها الطبيعي فبيعمل لي الدلتا ويف، يعني بيعمل استيموليشن لجزء من القلب خلال الفتره بتاعه الديلي اللي المفروض يحصل في الايفينوت، فبالتالي بيبقى في عندي شورت بي ار انترفال، لان البري اكسايتيشن بيحصل فين؟ في فتره الايفينودال ديلي. حصل الدلتا ويف وبعد كده وايت جوريس، المفروض الامبلس تيجي في هنا في الفتره دي، لا جت بريماتور امبلس شويه، جت بريماتور امبلس، وهنا الاكسسوري باسوي يعامل كفاست باسوي مش كسلو. السلو فين؟ في الايفينود، لان الايفينود ده اللي بيحصل فيه ايفينودال ديلي، فالفاست باسوي بتاع الايفينود ده السلو باسوي بتاع الاكسسوري باسوي. جت بريماتور اتريال ستيمولاي عملت ايه؟ تنزل لقيت الاكسسوري باسوي اللي هو بيعدي بسرعه وبيفوق ببطء مقفول، نزلت في الايفينود لقيتها مفتوحه. ليه؟ لان ده السلو باسوي دلوقتي فبيفوق بسرعه بالنسبه ليه الاكسسوري باسوي، ودي اول بيت بقت نارو كيو ار اس، يعني جت بريماتور اتريال ستيميوليشن نزلت فقط في الايفينود وما نزلتش في الاكسسوري باسوي فعملت لي نارو كيو ار اس، ورجعت في الاكسسوري باسوي فعملت لي ريتروجريد اتريال اكتيفيشن، هتلاقي انفيرتد بي ويف بعد كيس على طول، فنزلت في مين؟ في الايفينود ورجعت في الاكسسوري باسوي فعملت لي. طيب رجعت في الاكسسوري باسوي الايفينود اللي سلو باسوي فاق لانه هو سلو باسوي فبفوق بسرعه، تروح نازله في الايفينود راجعه في الاكسسوري، نازله في الايفينود راجعه في الاكسسوري، وتعمل لي نارو كيو ار اس تاكي كارديا او ما يسمى بالبوست كرونيك ايفينودال رينترنت تاكي كارديا. هتلاقي دايما نارو كيو ار اس تاكي كارديا، وهتلاقي ريتروجريد بي ويف بعد الكيو ار اس على طول. يا معلم شغل اغاني او كده يعمل ميوت الصوت. جالاكسي جراند كليم هو العامل. طيب هتعمل نارو كيو ار اس تاكي كارديا وفي ريتروجريد بي ويف بعد الكيو ار اس، ده الاورثودرومك ايفينودال ري انترنت تاكي كارديا. يبقى احنا كده عرفنا يعني ايه ري انتري، الري انتري بيحصل ازاي، تمام، والكيفيه اللي بيحصل له انيشيشن والاشكال بتاعته ايه، سواء ايفينودال ري انترنت تاكي كارديا جوه الايفينود او اي في ري انترنت تاكي كارديا على الاكسسوري باسوي. الميتنج هيقفل، هنخش على نفس اللينك دلوقتي يا شباب عشان نكمل ان شاء الله. هنطلع بس دلوقتي وهندخل تاني على نفس اللينك بدل ما يفصل علينا واحنا شغالين.